تمام، يلا بسم الله. هلا اليوم مثل ما قلنا رح نكمل وقفنا عند حدقة هورمون. هلا قبل ما نبدا فيها رح اعمل مراجعة كثير سريعة. بنتذكر حكينا بالطريق الوارد للحدقات، والطريق الصادر نظير الودي، والطريق الصادر الودي، وقلنا الطريق الوارد في ألياف تنقل المنعكس الضوئي ما بتوصل للقشر، وفي ألياف تنقل المنعكس التقاربي، منعكس التقارب هي بتوصل للقشر. الطريق الصادر قلنا الصادر، لما نقول كلمة صادر لحالها بيكون مقصود فيه نظير الودي، تمام. والطريق الصادر الودي اللي مشاكله بدها تعمل لي حدقة هورنر. حكينا أيضا بالطريق الوارد عن عيب حدقي وارد نسبي سميناها حدقة ماركوس جان، وحكينا عن عيب حدقي وارد تام سميناها أموروتيك بيوبيل، تمام. هلأ حنكمل بالأمراض الحدقة، وصلنا عند الطريق الصادر الودي اللي هو هورنر. هلأ بهورنر رح نحكي كتير تفاصيل تحدد بأنه مستوى صارت الإصابة وكيف نشخصها، بس في شغلات ممكن الواحد يسمعها بس لأخذ العلم ما تضل بذهنه دائما، في شغلات ما بصير الواحد ينساها. مثلا إنه هورنر باختصار هي أذية الطريق الصادر الودي، مثلا هاي المعلومة ما بصير ننساها. يجينا مثلا مريض استشارة من الجراحة العصبية أو من الجراحة الصدرية إنه هذا صار عنده مشكلة عينية بعد العملية، بدنا نعرف هذا إنه عنده متلازمة هورنر، وبدنا نساعده نقول لهم بأنه مستوى حتى هني يعرفوا وين المشكلة اللي صارت. إذا فشل الطريق الودي الصادر إلى الحدقة، تقسم إلى مركزية، قبل عقدية، وبعد عقدية. أما حدقة إيدي اللي بدها تمر معنا بعد شوي فهي أذية الطريق الصادر نظير الودي. يعني إذا الصادر الودي تأذى اسمه هورنر، وإذا الصادر نظير الودي تأذى صار اسمه حدقة إيدي أو تونيك بيوبيل. هلأ مركزية من الهيبوتالاموس حتى T2، هاي عندنا آفة ضمن الدماغ وبداية النخاع الشوكي. قبل عقدي من T2 حتى العقدة الرقبية العلوية، هون إذا تأذت معناتها عندي ورم باناكوس اللي هو قمة الرئة، وأمراض السبات المشترك والرقبة. بعد عقدية يعني من العقدة الرقبية العلوية حتى V1 يعني حتى العصب العيني، معناتها عندي آفات ما بعد السبات المشترك يعني السبات الباطن والجيب الكهفي والأذن الوسطى والصداع العنقودي. إذا باختصار مركزية من الهيبوتالاموس لحد من الهيبوتالاموس لعند T2، هاي بتكون الآفة مركزية. من T2 للعقدة الرقبية العلوية تكون الآفة قبل عقدية اسمها، من العقدة الرقبية العلوية لا عند الحدقة هاي بتكون الآفة بعد عقدية. بالنسبة لمجاورتها للسباتي، السباتي المشترك بيكون قبل عقدي، من بلشنا بالسباتي الباطن والسباتي الظاهر صرنا بعد عقدية. هون في فكرة مهمة، السباتي الألياف اللي بتروح مع السباتي الظاهر بتروح بتغذي الغدد العرقية، والألياف اللي بتروح مع السباتي الباطن بتروح بتغذي الحدقة، تمام. فنحن بنعرف من أعراض متلازمة هورنر هي غياب التعرق، لكن لحتى يصير غياب تعرق يشترط تكون الأذية إذن قبل عقدية، تمام، أو مركزية تعمل غياب تعرق. أما إذا كانت الأذية محيطية مرافقة للسباتي الباطن ما بتعمل نقص تعرق. وهي كمالة الطريق الودي اللي حكيناها بالمحاضرة الماضية، لما بيوصل للعقدة الهدبية بمر فيها دون تشابك، بعدين عبر الألياف الهدبية الطويلة ليوصل للعضلة الشعاعية للحدقة، هاي حكيناها بالمحاضرة الماضية. هلأ جينا المظاهر السريرية في متلازمة هورنر، إطراق خفيف بنسميه إطراق ودي. هاي طبعا نحن بنعرف توزز وميوزز وأنهيدروزز، هدول مشهورات أنه إطراق وتقبض وغياب تعرق، توزز ميوزز أنهيدروزز، لكن هذا كلام عام. هلأ كأخصائيين عينية لا، بدنا نحكي تفاصيل أكثر من هيك، ما بكفي نقول هدول، هدول بيعرفوها كل الاختصاصات الثانية، هدول 3 علامات نحن بنفصل فيهم. فإطراق خفيف تمام، 1 إلى 2 ملي، تمام، لأنه عمل الرافع هون شغال. إطراق سفلي إلى الأعلى، يعني الجفن السفلي بيطلع لفوق
شلون الجفن العلوي نزل غطى العين من فوق، الجفن السفلي كمان بيطلع بيغطي العين من تحت، فعمليا الفرج الجفنية بتصير كتير ضيقة. تقبض حدقة بنعرفه، لكن منعكسات الحدقة للقريب والضوء تعمل، تمام؟ إذا الحدقة تقبضت وبنفس الوقت منعكسات الحدقة ظلت شغالة. غياب التعرق في الوجه قلنا إذا كانت الآفة قبل عقدي بري جانجليونيك، أي في العصبون الثاني أو الأول يعني مركزية، أما أزيد العصبون الثالث يعني ما بعد العقد الرقبي العلوي ما بتعمل غياب تعرق. يعني إذا أجانا مسألة أو سؤال تلازمة هورنر بيصير رغم إنه في تعرق، بنقول بتصير إذا كانت محيطية. وخمسة كمان هذا عرض ما دائما بينذكر، تباين لون القزحية، هذا إذا كان هورنر ولادي، يعني إذا ولد الطفل وعنده هورنر عنده أذية ودي بصير عنده تباين بلون القزحية بين الطرفين. إذا هي أعراض متلازمة هورنر، إطراق علوي، إطراق علوي، تمام، هون إطراق علوي، هاي واحد، تضيق الحدقة يزيد التباين في الظلام، إطراق سفلي باتجاه الأعلى يعني الجفن السفلي طالع لفوق، لون القزحي أكشف إذا كان هورنر ولادي، هاي كمان لاحظوا التباين بين هون الحدقة وبين هاي الحدقة. عدم تعرق كمان ضفنا معلومة جديدة، إذا كانت الأذية في العصبون الأول والثاني، تمام، أو إذا كانت بالثالث بس على مستوى السبتي الظاهر، بس هون بيكون في بس عدم تعرق ما بيعود اسمه هورنر. فإذا خمس علامات لازم نحفظهم متلازمة هورنر، وفي معلومة منهم بتميز لي اللي هي إذا في غياب تعرق أو ما في، عشان نميز هل هي الإصابة مركزية قبل عقدية أو هل هي بعد عقدية. اختبارات حدقة هورنر الحقيقة هي معلومات للحفظ، نحن راح نمر عليها بسرعة، صعب الواحد يظل متذكرهم، فكل واحد ممكن يلاقي طريقة شلون بده يحفظهم. في عنا اختبارين للتشخيص، اختبارين لتحديد مكان الأذية، يعني طبعا الاختبارات كلها دوائية، اثنين منهم بس لنعرف هذا المريض عنده هورنر أو لا، واثنين منهم لنعرف نحدد مكانه قبل عقدية أو بعد عقدية. اختبار الكوكايين راح نشوفهم على الصورة مشان سهولة تثبيت المعلومات، اختبار الأبرة كلونيدين، اختبار الهيدروكسي أم فيتامين هذا الاختبار الثالث، واختبار الأدرينالين هذا الاختبار الرابع. هو مرسومين رح ننتقل فورا للرسمة، تمام، لأنه إذا عديناهم بالفقرة بدون شرح ممكن يكون صعب. فعندي متلازمة هورنر يمنى، لاحظوا الحدقة اليمنى مقبضة، تمام. فمثل ما قلنا في اختبارين للتشخيص اختبارين لتحديد المستوى. اختبارات التشخيص هي إما الكوكايين أو الأبراكلونيدين، كله قطرات موضعية. الكوكايين شو راح يعمل؟ نقطره للعين السليمة تتوسع الحدقة، لأن الكوكايين موسع حدقي، ونقبضه لعين هورنر بتضل مقبضة، بنقول هذا الزلمي عنده هورنر، بس ما بنعرفها قبل عقدية ولا بعد عقدية. في تفسير لها الشيء مذكور بآلية تأثير الكوكايين، ما راح نفوت بتفصيله. اختبار الأبراكلونيدين عكسه تماما، بيوسع لي هورنر وما بيوسع لي، أو بيوسع هورنر كتير بيوسع الحدقة السليمة شوي صغيرة. إذا الكوكايين والأبراكلونيدين بعكس بعضهم. ففي جملة بيقولوا كوكايين will not delete هورنر، كوكايين هيك بيكتبوا كوكايين حرف O، كوكايين will not delete هورنر، فيها ثلاثة O للتذكير، كوكايين will not delete هورنر، ما راح يوسع حدقة هورنر. عكس الأبراكلونيدين، اختبارات تحديد المستوى الهيدروكسي أم فيتامين والأدرينالين، الهيدروكسي أم فيتامين إذا وسع الحدقة بالطرفين فالإصابة قبل العقدية، وإذا ظلت مقبضة الإصابة بعد عقدية، الأدرينالين عكسه تماما، تمام. هذول يعني يمكن صعب نتذكرهم دائما ومين بيوسع ومين بيقبض، بس إذا نذكره قدامنا عشان نكون أخذين فكرة عنه. هون تلخيص أيضا، نوع الاختبار الكوكايين والأبراكلونيدين للتشخيص، أم فيتامين والأدرينالين لتحديد المستوى، الكوكايين والأبراكلونيدين إن كان قبل عقدي أو بعد عقدي بيتصرفوا بنفس الطريقة، أما الأم فيتامين والأدرينالين بيتصرفوا بطريقة مختلفة إذا كانت الأذية قبل عقدية أو بعد عقدية.
خلصنا من متلازمة هورنر كالعادة. إذا في أسئلة بوقتها لو تنسأل مباشرة. افتراق القرب والضوء اسمه light near dissociation. حكينا بالمحاضرة الماضية إنه في حالات بيكون فيها بغيب المنعكس الحدقي، يعني بنحط الضوء على الحدقة ما بتتقبض، بس بنعطيه شغلة قريبة على العينتين بنلاقي الحدقة تقبضت، يعني منعكس القريب شغال ومنعكس الضوء بيكون معطل. هذا اسمه افتراق القريب والضوء، منعكس القريب سليم ومنعكس الضوء معطل. الأسباب: حدقة أريا روبرتسون، تمام، حدقة إيدي اللي هي أزيت الطريق الصادر نظير الودي، السكري، النخامة، معدودين كلهم، بينيالوما اللي هو ورم الغدة الصنوبرية، أعتقد ترجمتها كانت، اللي هو بيصير بجذع الدماغ، تلازمة الحبل الظهري والحسد التشنجي، يعني ما كتير هدول كأطباء عينية خارج نحفظهم. هاي باختصار حكينا يعني الافتراق المنعكس الضوء والقرب مع تعداد لبعض الأسباب، ممكن واحد يحفظهم بعدين يراجعهم. الحدقة المتوترة، هذا الموضوع مهم نادر بس ممكن نشوفه. هلأ كلمة تونيك بيوبل هي أزية الطريق نظير الودي الصادر مع تصارع النا. أزية نظير الودي وارد حكيناها، عيب حدقي وارد نسبي وتام، وعندنا أزية الطريق الصادر الودي اللي هو هورنك، وعندنا أزية الطريق الصادر نظير الودي اللي اسمها الحدقة المتوترة. فإذا بعد عقدي من العقدة الهدبية حتى المعصرة، يعني الأزية عم تكون بعد السيلياري بودي، وبعدين تجي عندنا الهدبية القصيرة، بعدين لتوصل للمعصرة الحدقة. أي أزية بها المستوى هي اسمها حدقة متوترة، يعني تكون موسعة، تمام، فيها افتراق ضوئي افتراق الضوء والقرب، يعني الضوء بيكون ما شغال بس القريب بيكون شغال. الأذية في الألياف نظيرة الودية، هدبية قصيرة أو عقدة عقدية أو بالعقد الهدبي. الحدقة المصابة بتكون موسعة مثل ما أنها لا تستجيب للضوء، لكن تقطير بلوكاربين بتركيز قليل سيسبب تقبضا أكثر من الحدقة السليمة. ليش؟ البلوكاربين هو مقلد نظير ودي موضعي، يعني لما بنحطه بيأثر على معصرة الحدقة بشكل مباشر بدون وساطة عصبية، لأنه هو أصلا وسيط عصبي، وبالتالي ما بيلزم الطريق نظير الودي، يعني هو ما بيحرض الأعصاب نظير الودي، لا، عم يجي الأعصاب نظير الودي شو بتعمل؟ بتفرز أستيل كولين فوق المشابك العضلية، هذا البيلوكاربين بيقوم بنفس المهمة، وبالتالي بيسبب تقبضا في حدقة إيدي أكثر من الحدقة السليمة. ليش؟ لأنه بتكون هي بحالة راحة، فكل المستقبلات شغالة، مستقبلات نظير الودي ومنعكس القريب موجود. هدول معلومتين بخلونا نشخص التونيك بيوبيل. بنقطر له بيلوكاربين تتقبض الحدقة، بنحرض له منعكس القريب تتقبض الحدقة، بنحط ضوء ما تتقبض، إذا هي حدقة تونيك. منعكس المطابقة بطيء، أسهل محاولة لتشخيص إيدي تونيك هو منعكس القريب، هاي سهلة لا بدها تقطير ولا شيء. إذا المعلومات اللي نتذكرها عن أودي هي 3 معلومات: الأزية بتكون من العقد الهدبية وباتجاه الحدقة، بتستجيب على البيلوكاربين، بيستجيب على منعكس القرب والمطابقة. طيب ليش عم نقول انا هدول؟ طيب بلكي نحن اجى واحد حطينا الضوء ما تفاعلت الحدقة، فوقهم بنقول خلص هاي والله حدقة إيدي، لا، بدنا نتأكد انه الأذية بالطريق الصادر نظير الودي من خلال هدول الاختبارات، لأنه في أسباب تانية مثل ما قلنا لعدم تقبض الحدقة. هلا أسباب التونيك بيوبيل هي محلية، ردود موضوعية تؤذي العقدة الهدبية، انتان فيروسي خاصة الزوستر، بنلاحظ انه معناتها هي مو مثل ما بيقولوا بالكتب not uncommon، ليست قليلة الشيوع يعني، بس ما هي ما بتستحق نقول شائعة، اما ليست قليلة الشيوع يعني بتوجد ممكن نشوفها. ردود الحجاج وعصبية الكحول والسكري، دائما التعدادات يعني عادة الواحد بيسمعها ما بيقدر يحفظها إذا ما لقى طريقة هيك يربطها بشيء معين، بس يمكن استنتاجها يعني تعدادات منطقية. هلا جينا بقى مجهولة السبب تسمى إيدي، يعني إذا حدقة إيدي اللي هي أشهر شيء من التونيك بيوبيل، لكن لا تشمل كل التونيك بيوبيل، وقت بنقول أزية صادر نظير ودي يعني تونيك، في بعض الصفات إذا كانت بنسميها إيدي، تمام، فهي مجهولة السبب
يعني ما بصير تكون ناتجة عن رد ولا عن سكري ولا عن كحول. أحادية الجانب في 80% من الحالات قد تكون بعد إنتان فيروسي رغم أنها مجهولة السبب، لكن ما بترافق معه مباشرة. عند النساء اليافعات فعلا هاي المعلومة دائما بنشوفها، يعني إذا تشخصنا حدقة إيدي بحكم من عند النساء اليافعات هي أشياء عندهم، بس أنا شفت تقريبا شيء 4 أو 5 حالات بس كلهم كانوا نساء صغار بالعمر. هاي اسم متلازمة، منعكس الضوء غائب أو ضعيف، منعكس الخرير ضعيف، هذول صفات الحدقة التونيك. تمام، أما هذول الـ3 صفات الأولى من صفات إيدي اللي هي جزء من تونيك قد يترافق باضطراب بالحس القرني كمان. إذا شكينا ممكن نعمل اختبار الحس القرني ونتأكد منه. التشخيص نفس الطريقة المتبعة للتونيك بيوبل بيلوكاربين بالتركيز المنخفض، إذا هي مجهولة السبب. والخلاصة يتم تشخيصها من خلال نقد وجود سبب ثاني، يعني لما بنلاقي حلقة موسعة متوترة وما لقينا لها ولا سبب وأحادية الجانب، بعد ما ننفي كل الأسباب نقول إذا هي حدقة إيدي، يعني ما لها اختبار نووي. هاي أريا روبرتسون عفوا، هاي ما عندي فكرة عن مدى شيوعها الحقيقة، يعني بجوز عم تصادفنا وما عم يخطرنا شخصها، بس حتى نتذكرها لاحظوا مكتوب أريال روبرتسون بيوبيل A R P. تمام، نعكسهم بصيروا P R A، يعني بيوبيل ريفلكس أبسنت. تمام، لما نقول بيوبيل ريفلكس أكسنت يعني ما في منعكس ضوء. لما نقول ما في منعكس ضوء نتذكر انه قد يكون القرب شغال، فاذا اريال روبرتسون هي اشيع سبب او هي اسم الحدقه في حال افتراق القرب والضوء، هي من احد اشكال افتراق القرب والضوء، وبالتالي هي ثنائيه الجانب لانه السبب المركزي الحدقه مقبضه في الطرفين، افتراق ضوئي قريب، الاسباب كل ما يؤدي الى غياب المنعكس الضوئي، القدرة البصرية طبيعية. تمام، هون الفروق بين إيدي وأريل روبرتسون إنه الحدقة مقبضة في أريل روبرتسون وموسعة في إيدي. إيدي أحادية الجانب وأريل روبرتسون ثنائية الجانب، وتقريبا بكفي نتذكر من أريل روبرتسون شغلتين، إنه هي ثنائية الجانب وإنه فيها افتراق ما بين الضوء والقرب، نسميها حدقة أريل روبرتسون. أسبابها أذية العصب الثالث، عفوا هون الفقرة الثانية، هاي ملاحظة، خلينا نقول ما هي عنوان، إنه في أذيات العصب الثالث مثل ما بنعرف اللي هي راح تسبب لي توسع حدقة. تمام، فإذا كانت ناتجة عن السكري أذية العصب الثالث معناه نظير ودي، إذا تأذى شو سبب الحدقة، شو بدي يصير توسع. لكن هاي معلومة كانت تنذكر دائما، حبيت أذكركم فيها باعتبار لها علاقة بالحدقة. إذا كانت ناتجة عن السكري تمام فلا تؤدي إلى توسع حدقة، وإذا ناتجة عن الضغط تمام فهي تشمل الحدقة. ليش؟ هذا العصب الثالث. تمام، الألياف النظيرة الودية تكون ماشية على المحيط، تمام، على محيط العصب الثالث ومرافقته عشان توصل على العقدة الهدبية. تمام، هاي النظيرة الودية هم ماشية. السكري بأي آلية بيأذي العصب الثالث؟ بآلية التهابات الأوعية الدقيقة مايكروفاسكولايتس المغذية للعصب الثالث اللي هي جوات العصب. فأذية العصب الثالث بتكون من جوا من مركزه، وبالتالي ليست في المحيط، وبالتالي تتأذى الفروع المحركة للثالث ولكن لا تتأذى الألياف نظيرة الودية كونها محيطية. طيب شو بيصير بالضغط؟ بالضغط الضغط شلون بيأذي العصب الثالث؟ بيأذيه من خلال أمهات الدم أو من خلال الأوعية اللي بتسمى الأوعية المجاورة للعصب الثالث اللي بتسمى جدارة، فبتكون أذيته للعصب الثالث محيطية، وبالتالي يؤدي إلى أذية عصب ثالث مع فرعه نظير الودي ويؤدي إلى توسع الحدقة. تمام، فإذا قلنا أذية عصب ثالث مركزية لا يوجد توسع حدقة، محيطية مهما كان سببها إن كان ضغط وإن كان مع الدم وإن كان ردود فهي تشمل توسع الحدقة. راح الصوت يا مرة دكتور ثانية؟ سامي، سؤال معلش. نعم، راح الصوت؟ لا شغال. الصوت شغال.
تمام. بالنسبه لهزيمه العصب الثالث قصدك كلمه الضغط الاي او بي يعني الضغط داخل العين، لا ولا لا، قصدك الضغط ضغط على الشرياني، العصب؟ الضغط الشرياني او الضغط على العصب، كل شيء كل شيء خلينا نقول ميكانيكي يعني عم يأثر على العصب بضغط داخل القحف او امهات دم او الردود او اي شيء، فهو بده مؤهل انه يصيب المحيط اكثر مركز، وبالتالي بيعمل اذيه نظير غدي اكثر ما يعمل اذيه حركيه. بس الوحيد السكري لانه بيكون اذيته مركزيه قبل ما تكون محيطيه. تمام. حلو. هلا بقينا يعني اخر فقره فقط لي على سبيل الذكر، هي حدقه هيتشنسون. هي هلا راح احكيهم لكم شو بهمنا منها كلمه واحده. اذيه نزفيه في الدماغ ضاغطه تؤدي الى تفتق، اذيه ظهريه في جذع الدماغ واذيه انويه الثالث، توسع حدقه، اذا هاي بدنا نعرف انه هيتشنسون توسع حدقه، انذار سيء للحياه، يعني المريض اللي عنده هيتشنسون معناته عنده انذار سيء للحياه. الحقيقه طبعا كوماتوس بيشنت هذا بيكون في سبات، يعني هي نفس المعلومة اللي نحن بنعرفها اللي هو توسع الحدقة عند مريض في حالة سبات، بيقولوا هذا معناته غالبا صار عنده أذية جذع الدماغ، معناته أذيته بتكون مهددة للحياة. فلما بيقولوا المريض توسعت حدقاته بشخصه له أنه وفاة، فهي غالبا حدقة هيتشنسون، اسمها حدقة هيتشنسون اللي هي توسع الحدقة الناتج عن إصابات قوية جدا، وغالبا ما تكون عميقة حتى وصلت لجذع الدماغ، وهذا اللي بنشوفه من أحد معايير تشخيص الوفاة. إذا في الأذيات العصبية الشديدة إذا كانت حدقة موسعة تعبر عن أذية جذع الدماغ، وإذا كان هناك افتراق ضوء قرب يعني أنها حدقة هيتشنسون الموسعة. طبعا هون ما عاد موضوع عيني، صار الموضوع حياة وموت. فهي حدقة هيتشنسون على سبيل الذكر. هلا لاحظوا كل الحدقات، حدقة هيتشنسون أماوروتيك أريولوبي، شو ما بتكون اسم الحدقة كلها متوسعة ما عدا هورنر. هاي باختصار كلياتهم كل شيء ذكرناه فهي حدقات موسعة ما عدا هورنر مقبضة. بس هلأ نقطة دكتور خلصنا. سامي، يا دكتور سامي، نعم. الثنائية وأحادية، هورنر وأحادية، الباقي كله ثنائية؟ لا هلا ادي أحادية، ادي أحادية تمام، هورنر وأحادية، وهورنر أحادية، عندك كل شيء ردود. هلا تونيك، مو قلنا تونيك الحدقه المتوتره هي حدقه غير متفاعل فيها اذيه نظير غدي، بجوز تكون رد قزحيه هذا بنعتبره تونيك، تمام، يعني ممكن حتى أحادية لو ممكن في ثنائية. فالتونيك ممكن احاديه ممكن ثنائيه، ازيات الثالث بتكون احاديه صح، ما فيك تعمم، بس بقصد يعني في منهم احاديات في منهم ثنائيات، ما فينا نحط لك تصنيف كلها على احاديه ما عدا هيتشنسون، كذا، كلها ثنائيه ما عدا كذا. هيتشنسون ثنائية، هيتشنسون ثنائيه، هاي من معايير تشخيص الوفاه، تمام. يعني توسع الحدقة بالطرفين، بالعكس إذا توسعت بطرف واحد دون الآخر مننفي أذية جذع الدماغ، لأنه ما معقول جذع الدماغ ينصاب، مثل ما قلنا البريتكتال دائما تأخذ تعصيب من الطرفين وبتعطي للطرفين، ما بتتصرف بشكل أحادي، فإذا في توسع حدقة تقريبا بنحسن ننفي أصلا أذيات جذع الدماغ إذا توسع حدقة أحادي الجانب، ومعناتها يعني بنستبعد إنه يكون في تهديد على الحياة مثل إذا شفناها بالطرفين. أوكي، إذا في أسئلة تفضلوا، أو أي تعليق أو تصحيح أو إضافة. هاي كانت تكملة لمحاضرة امبارح، لا بكرة إذا بعثت لكم الفيديو بيصير كاملة محاضرة الحدقة لمن أراد يحضر التنتين.